السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بالجميع مرة أخرى في قناتكم كوكب الفن وفي هذا الموجز الجديد. مفاجأة، شيرين عبد الوهاب في المنزل ديالها. رتب تصبيق قبل الزواج ديالو، جليلة كتكشف لأول مرة العلاقة ديالها مع تامر حسني. ثلاثة ديال الأسابيع سيطرت فيهم القضية ديال المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب واحتلت المراكز الأولى عبر السوشيال ميديا بعد ما تبزز عليها أنها تدخل إلى المستشفى باش تلقى العلاج للإدمان للمخدرات، وبقات مدة طويلة تما، الأمر اللي خلاها تستنجد المحامي ديالها باش يخرجها من المستشفى والتأكيد على أنها تلقت الأدوية ديالها ورجع من حقها أنها تغادر المستشفى بعد ما تحسنت الأوضاع ديالها الصحية. وهذا الأمر ما داش منه بزاف، وخرجت اليوم الخميس بعد ما دوزت أكثر من ثلاثة ديال الأسابيع، وهذا الأمر أعلن عليه المحامي ديالو المستشار ياسر قنطوش عبر بيان مقتضب. وكشف قنطوش أن شيرين بصحة جيدة وكتشكر كل من ساندها في الأزمة ديالها الصحية، كما أنها وعدت الجمهور ديالها أنها تتحدث في واحد الفيديو باش تشرح كل الملابسات وذلك خلال الساعات القادمة. ومن الجانب الآخر كشف ناقب الموسيقيين المطرب مصطفى كامل على أن شيرين عبد الوهاب في المنزل ديالها وصدر البيان باش يطمئن الجميع ليها، وهيكشف على كونه أنه تحدث معها لأكثر من 30 دقيقة وهي في كامل الصحة ديالها واللياقة ديالها وابتسامة ديالها. قريبا غادي ترجع للساحة وتقدم الأغاني ديالها كما اعتاد عليها الجمهور، باش ينزلها الستار على واحد من أسوأ الأزمات اللي تعرضت ليها شيرين عبد الوهاب بعد إعلان العائلة ديالها أنها كتعاطى المخدرات وما قدرتش يتبعد عليها، وهو اللي تسبب في الإدمان ديالها. وهذا الامر خلاهم انهم يجبروها باش تدخل المستشفى من اجل تلقي العلاج، في ظل جدل واضح حول العلاقه ديالها مع الزوج ديالها السابق حسام حبيب والمنتجه ساره الطباخه اللي ترددت الاسماء ديالهم بقوه مع هذه الازمه. كشفت البلوجر المغربيه جليله على العلاقه ديالها العاطفيه اللي ربطتها بالفنان المصري تامر حسني لمده اكثر من 10 سنوات، وهذا الشيء قبل فتره الزواج ديالو من الفنانه المغربيه بسمه بوسيل، واستمر هذا الارتباط حتى من بعد الزواج ديالو والانجاب ديالو للاولاد. وقالت جليله من خلال برومو ديال الحلقه اللي جمعتها مع الاعلاميه رابعه الزيات مقدمه برنامج شو القصه، وقالت: انا انسانه مستهدفه بشكل خاطر، وقبل خبر زواج تامر حسني ببسمه بوسيل كنت قبلها بيوم واحد معها وما كنتش عارفه الموضوع، وعشت مع قصه حب لاكثر من 11 سنه بدون زواج ولا عيب ولا حرام، وكيقولوا عليا اني خربت البيوت. وكملت جليله كلامها وقالت: انا اللي تضريت من هذه القصه وما قطعتش علاقتي به، هذا الموضوع كان سري بيناتنا، ولكن الموضوع لما يوصل لشرفي والابويا وامي لازم اطلع احكي. واختتمت جليله البرومو بغناء اغنيه الفنان تامر حسني حبيبي انا قلبي وجعني. يذكر ان الفنان تامر حسني والفنانه بسمه بوسيل تزوجوا سنه 2012 بعد قصه حب، واثمر هذا الزواج لثلاثه ديال الاطفال هما تاليا وامايا وادم. بهذا الخبر كنقول لكم شكرا للمتابعه، ودائما الجديد في هذه القناه. الى اللقاء.